بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، في هذا الانطلاق المستمر والتحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة، ينطلق في هذه اللحظات شوطنا 23 والذي خصص للجعدان من فئة المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح دائما لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة وانطلق ما بين هذه الأسماء التي تندفع بالأمال والطموحات التي تسير بانطلاقاتها وقوة المنافسات الجميلة على أرضية هذا الميدان. مباشرة إلى المركز الأول، إلى الدرع، الدرع اللي على المركز الأول، علي بن سالم بن خنيفر المالكيات على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. هنا المركز الأول، الدرع علي بن سالم بن خنيفر المالكي من يأتي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك من الجانب الآخر مضبوط محمد بن عبيد بن سويد العامري على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث والضاح محمد بن حميد بن سعيد الدرعي، بينما المركز الرابع وصل في شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي، بينما المركز الخامس خامس المراكز مع انطلاقة أشقر حمد بن سعيد بن سالم بن حديد القنوبي ياتي هنا على المركز الخامس، بينما المركز السادس صايب مكتوم بن سعيد بن محمد بن حمد الفلاحي، بينما المركز السابع فانطلق فيه وتحرك في هذه اللحظات هو هملول سيب بن مصبح بن مطر الخيالي، والمركز الثامن ثامن المراكز قرضاب سلطان بن سعيد بن محسن الفلاحي، بينما المركز التاسع فوصل فيه هنا كرام مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي، وعاشرا هناك مع الانطلاق ومع باهي راشد بن علي بن نويصر المنصوري. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة عن الفوز وعلى الناموس هنا في هذا الانطلاق المميز في هذا الميدان وفي هذه المنافسة الشيقة. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة. هنا أعود إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط، إلى مقدمة الأداء. هناك مضبوط محمد بن عبيد بن سويد العامري ياتي مع مضبوط على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، منطلقا بهذا التحدي وبهذه المنافسة الجميلة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الوصول. هناك المركز الثاني في هذه اللحظات، وصل هملول، وصل سيب بن مصبح بن مطر الخيلي، بينما المركز الثالث الدرع علي بن سالم بن خنيفر المالكي، بينما المركز الرابع عشقر حمد بن سعيد بن سالم بن حديد القنوبي يصل أيضا في هذه المنافسة والتحديات الجميلة هنا في هذه الانطلاق المميز. شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي يأتي في هذه اللحظات ويتحرك، والوصول أيضا من الاسم القادم في هذه اللحظات، وصول جميل وانطلاق من مشاكس الواصل أو مشاقب لأحمد بالحزمي بن قناص العامري. الله، منافسات قوية هنا ما بين هذه الأسماء التي تنطلق هنا في هذه التحديات وفي هذه المنافسة الرائعة والجميلة ما بين هذا التحدي. هنا في هذه
التحديات الجميلة والانطلاقات المميزة. شاهين مطر بن سعيد الكتبي واصلا أيضا في هذه الانطلاقات، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى مضبوط 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 على المركز الأول وعلى الصدارة، ينطلق إلى المركز الأول، يندفع بهذا الاندفاع المميز هنا على المركز الأول. محمد بن عبيدة بن سويد العامري يأتي على الصدارة، ينطلق هنا على المركز الأول، يندفع باندفاع مميزة مع صدارة هذا الشوط ومع هذه المقدمة. ما شاء الله، انفراد كلي عن بقية المشاركين. سلام 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 على هذا الإبداع، على هذا الانطلاق، على هذه المنافسة الرائعة هنا في هذا التحدي الجميل. ما شاء الله، شوف الإبداع وتابع الانطلاق المميز. إذن مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مضبوط محمد بن عبيد بن سويد العامري على هذا الفوز وهذا الانتصار. والتوقيت في خطر ما شاء الله. المركز الثاني هناك مع بدهال حارب بن مغير بن سالم العميمي. المركز الثالث هنا كان مع المركز الثالث الواصل هو ملفت لأحمد بن حمد بن سعد الدرعي. المركز الرابع كان مع المركز الرابع محذر علي بن فخيط بن محمد المهالي. المركز الخامس كان مع المركز الخامس طايل محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي. إذا نعود التوقيت الزمني، ما شاء الله التوقيت الأفضل هنا 7:20، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مضبوط محمد بن عبيد بن سويد العامري من سجل التوقيت الأفضل في صباحية هذا اليوم. المركز الثاني 7:27، 7 أجزاء من الثانية. كان هناك كان ايضا القادم مدهال حارب بن مغير بن سالم العميمي. المركز الثالث 7:27، 9 أجزاء من الثانية. كان حاضرا مع المركز الثالث ملفت احمد بن حمد بن سعد الدرعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.